بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظلمات الأرض يريكم البرق خلا عفاف الأرض خلا عفاف الأرض خلا في الأرض والجبال أرساها سيروا في الأرض ترهقها قترة تغيظ الأرحام وهم في الغرفات والجبال أرساها والجبال أرساها تسقي الحرث أرسلنا في قرية من المرسلين هذه القرية ترجع الأمور ألف لام ميم ياسين ألف لام ميم صاد حم ميم ضاء سين ميم أفلا تسمعون والمرسلات عرفا بينهما برزخ بينهما برزخ هنالك الولاية خزائن الأرض والقرآن الحكيم فأرسل معنا عن الخلق الغافلين نرفع درجات للغيب حافظين ولدار الآخرة ولدار الآخرة تلك آيات الكتاب واليوم الآخر فإذا جاء أمرنا لمن المرسلين ارجعوا إلى أبيكم واسألوا القرية يوم يلقونه سلام وفي الأرض قطاع وفي الأرض قطاع بينهما صلحا عاقبة أمرها خسرا عاقبة أمرها خسرا فلا ممسك لها فلا جناح عليهما يقول الأشهاد أمرنا ليلا أو نهارا قل
فأصابته كرها لا يرجون لقاءنا. يعلمون دعواهم مؤمنين يعقوب مقصدة يرجون سمعنا فتأتون لسعيها تأكلون يؤتيك لا تطئه يؤمنون معروفا فأتي بها أو بعض لا يؤمن. فلا تعتدوها بما تعملون خبير. وآل يعقوب وقال الملك ائتوني يا قوم اعملوا بعضهم إلى بعض من المؤمنين ولا يأتون البأس لنا أعمالنا نعمته عليك في أعناقهم بما أوحينا إليك تأويل الأحاديث فاستمع لما يوحى معتد أثيم فهم لا يسمعون. سمعنا بهذا بما تعملون خبير. زوجا غيره وهو خير الحاكمين. فلا تستعجلوني أراني أمسك خمرا كان دعواهم بما تعملون محيط. يأتون البأس الأسماء الحسنى أوحينا إليك فليعمل العاملون. عين سكون همزة سكون خوف سكون تو فتحة عين تو سكون ميم سكون نون سكون لام سكون سين سكون. صدق الله العظيم. فما استيسر من الحال
وإنه سرتم فما استنسر من الحد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد محله فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه فدية من الصيام أو صدقة أدم رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتجودوا فإن خير الزاد تقوى وإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور
مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.